صباحا واهلا وسهلا بكم مشاهدينا في هذه الجوله التي نطالع فيها سويه ما تناقلته الصحف المحليه والاقليميه والدوليه الصادره لهذا اليوم من مقالات وتحليلات وعرض لاهم رسوم الكاريكاتير هاجم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الطبقه السياسيه اللبنانيه بشده بمناسبة مؤتمر المانحين الذي يأمل أن يجمع من خلاله 350 مليون دولار مشددا على أنه لا شك على بياض لأحد. هذا أبرز ما تناولته الصحف الصادرة اليوم والبداية سورية من صحيفة العرب اللندنية التي عنونت لجنة التفاوض في درعا تحذر من الهيمنة الإيرانية على جنوب سوريا. قالت الصحيفة: طالبت لجنة التفاوض في درعا في بيان لها جميع وفود المعارضة بالانسحاب من المسارات السياسية السورية في جنيف وأسيتانا وتعليق عضويتهم إذا لم يتم رفع الحصار عن مدينة درعا البلد خلال مدة أقصاها 48 ساعة ووقف محاولات الاقتحام من قبل قوات الحكومة والفصائل التابعة لايران المساندة لها محذرة من مشروع ايراني للهيمنة على الجنوب السوري ودعا البيان روسيا الى احترام التزاماتها والتحلي بالمسؤولية اللازمة بصفتها الدولة الضامنة لاتفاق التسوية بدرعا مشيرا الى ان الحكومة تحاول انهاء هذه التسوية. ما يعني ضربه لجهود روسيا كطرف ضامن للتسويات في سوريا واكد اهالي درعا من خلال البيان رفضهم الانزلاق للعنف ودعمهم جهود التسويه السلميه وفق مسارات التفاوض الدولي معتبرين ان الحصار المطبق عليهم دليل على غياب الاراده بالحل السياسي من طرف الحكومه السوريه وبالانتقال الى صحيفه البيان الاماراتيه التي عنونت عوده حركه الشح الشحن في معبر حدودي بين الاردن وسوريا اعاد الاردن امس حركه الشحن في مركز جابر نصيب الحدودي مع سوريا الى ما كانت عليه قبل اغلاقه مؤقتا السبت الماضي نتيجه التطورات الامنيه في جنوب سوريا واعلن نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع في الاردن ضيف الله ابو عقوله في بيان المواقف او الموافقه الرسميه على عوده حركه الشحن المغادره والقادمه من والى مركز حدود جابر كما كانت عليه قبل الاغلاق اعتبارا من يوم امس واضاف إن العمل جار بنظام الباك تو باك المبادلة بين الشاحنات للواردات من سوريا ولبنان وكذلك الصادرات الأردنية حتى إشعار آخر وكان الأردن أغلق السبت الماضي مركز جابر نصيب الحدودي مع سوريا مؤقتا للركاب والبضائع نتيجة تطورات أمنية جنوب سوريا واشتباكات عنيفة أودت بثمانية وعشرين شخصا الخميس الماضي اما مقالنا في الشأن السوري نشرت وكاله نورث بريس مقالا للكاتب منذر خدام تحت عنوان قراءه في دستور عام 2012 المقال يتناول حقيقه الدستور السوري لقد ركز الرئيس بشار الاسد في خطاب القسم في السابع عشر من تموز مدشنا عهده جديده من سبع سنوات هي الرابعه له على التوالي على الدستور المعمول به حاليا وعده مقدسا مثل الوطن بل هو عنوان له بحسب رايه فما هي حقيقه هذا الدستور وما هي الصلاحيات الممنوحه للرئيس فيه؟ لقد سار بشار الاسد على خطى والده الراحل حافظ الاسد الذي حكم سوريا بالسوط والجزره طيله ثلاثين عاما في ظل دستور فصله على مقاسه وها هو الابن اليوم يفصل دستورا جديدا على مقاسه ايضا كما في الدستور القديم دستور 1973، فإن الرئيس بموجب دستور 2012 يتمتع بصلاحيات تنفيذيه وتشريعيه واسعه، فلا يوجد مجال من مجالات الحياه السياسيه والاقتصاديه والامنيه والاجتماعيه الا وله الصلاحيات المطلقه للتدخل فيها سواء عبر التشريع ام عبر الاوامر والتعليمات الاداريه. من الواضح بموجب الدستور الجديد ان لا معنى لفصل السلطات واستقلالها ولا معنى للمساواه بين السوريين، بل لا معنى للحياه السياسيه، فكل الصلاحيات منحت في دستور 2012 للرئيس. والغريب في الدستور الجديد هو انه اشترط على من يترشح لمنصب الرئيس ان يكون سوريا بالمولد ومن ابوين سوريين بالمولد. وان يكون مقيما في الجمهوريه العربيه السوريه لمده عشر سنوات متواصله في حين اكتفى الدستور السابق بان يكون المرشح الى الرئاسه عربيا سوريا متمتعا بحقوقه المدنيه والسياسيه تجاهل الدستور حقوق الأقليات القومية ولم يأتي على ذكرها، رغم أنه أشار في مقدمته إلى وجود مكونات للشعب السوري، وأشار في مادته التاسعة إلى وجود تنوع ثقافي في البلاد، لكنه تجاهل ذكر هذه المكونات والتي هي مكونات قومية وليست ثقافية فحسب، ولها بالتالي حقوق قومية. ثمة الكثير من مواد الدستور الجديد غير مقبولة. وثمة الكثير غيرها يحتاج الى قوانين تطبيقيه وبحسب خبره الشعب السوري مع هذا النظام فهو لن يصدر هذه القوانين كما فعل والده حتى لا تفقد تلك المواد الدستوريه مصداقيتها خصوصا تلك المتعلقه بالحريات العامه والخاصه. والان الى شان الشرق اوسطي. أوسطيا صحيفة العرب اللندنية عنونت ماكرون يقرع السياسيين اللبنانيين الفاشلين لا شك على بياض لأحد قالت الصحيفة هاجم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الطبقة السياسية اللبنانية بشدة بمناسبة مؤتمر المانحين الذي يأمل أن يجمع من خلاله 350 مليون دولار مشددا على أنه لا شك على بياض لأحد في موقف يظهر ان فرنسا تمضي في مسار العقوبات لاجبار السياسيين اللبنانيين على دعم حكومه اصلاحات اقتصاديه مثلما يطالب بذلك المجتمع الدولي ووصف ماكرون السياسيين اللبنانيين بانهم فاشلون وانهم يراهنون على استراتيجيه المماطله وهو امر مؤسف وهو فشل تاريخي واخلاقي وتساءلت هذه الاوساط اذا كان موقف باريس وحلفائها بهذا الوضوح فلمن يتم جمع الاموال في مؤتمر المانحين وكيف يمكن توظيف هذه الاموال لمساعده لبنان اذا لم تمر بالمؤسسات الرسميه وسط مخاوف من ان تصل هذه الاموال الى الاحزاب وبالانتقال الى موقع العين الاخباريه الذي عنوان سفينه بحر العرب بريطانيا وامريكا متحدتان في ادانه ايران كتب الموقع قال وزير الخارجيه البريطاني دومونيك راب ان بلاده وامريكا متحدتان في ادانه الهجوم الايراني على ناقله نفط قباله عمان واوضح وزير الخارجية البريطاني انه تحدث الى نظيره الامريكي انتوني بلينكن بشان الوضع في الشرق الاوسط وضرورة ان تكف ايران عن سلوكها المزعزع للاستقرار. في السياق اتهم مسؤول اسرائيلي رفيع المستوى ايران بالوقوف وراء الهجوم الذي تعرضت له ناقلة نفط والتي تديرها شركة اسرائيلية وادى الى مقتل اثنان من طاقمها. كما تصاعدت وتيره ردود الافعال الدوليه بعد تاكيدات متعدده الاطراف باستهداف ايران ناقله النفط. البدايه كانت مع دعوه اسرائيل الى تحرك دولي ضد ايران بعد الهجوم متهمه طهران بتصدير الارهاب. تحذير في تركيا من اتخاذ الحرائق ذريعه لانقلاب عسكري. تحت هذا العنوان كتبت صحيفه احوال تركيا يبدو ان الاوساط المحيطه بالنظام التركي تتخوف من الاطاحه بنظام رجب اردوغان على خلفيه حرائق الغابات المشتعله حاليا بتركيا وحذر الكاتب هلال كابلان الموالي لرئيس النظام التركي في مقال له في جريده الصباح من استخدام حرائق الغابات المستمره منذ اسبوع كذريعه للانقلاب على النظام ان الحرائق التي دمرت غابات جنوب تركيا من منذ الاسبوع الماضي يمكن ان تستخدم كذريعه لمحاوله انقلاب عسكريه من المتوقع حدوث ذلك بعد ان سلط الخبير في سياسه الولايات المتحده والشرق الاوسط ستيفن كوك الزميل البارز في مجلس العلاقات الخارجيه الضوء على نقاط الضعف الملحوظه في نظام اردوغان في مقال نشر قبل ثلاثه ايام من اندلاع حرائق الغابات يذكر ان النظام التركي تعرض لانتقادات بسبب عدم استعدادها ثم تاخرها في اتخاذ اجراءات في مواجهه الحرائق التي تجتاح البلاد اما مقالنا في الشان الشرق اوسطي نشر موقع العين الاخباريه مقالا للدكتور علي الخشيبان تحت عنوان مهاجمه السفينه الاسرائيليه والمعادله الصعبه على ايران. المقال يتناول اسباب وتداعيات مهاجمه السفينه الاسرائيليه. المفاجاه الكبرى ان وسائل اعلام دوليه نقلت ان قناه العالم الايرانيه نقلت عن مصادر ان الهجوم على السفينه الاسرائيليه جاء ردا على هجوم اسرائيلي على مطار الضبع في سوريا وفي الوقت نفسه اوردت القناه الثانيه عشر الاسرائيليه ان اصابع الاتهام موجهه الى ايران السؤال المحوري في هذه القضيه يحمل ثلاث زوايا مهمه يصعب تجاوز اي منها دون معرفه محتويات الزوايا الاخرى وردود فعلها المتوقعه الزاويه الاولى هي اسرائيل والثانيه هي ايران اما الثالثه فهي امريكا فهل نحن أمام انفصال ونقل مستحدث للأزمة الإيرانية نحو وجه جديد مختلف لتصبح المواجهة الإيرانية أكثر نشاطا مع إسرائيل وأمريكا؟ وكيف سيؤثر ذلك على السلوك الإيراني في المنطقة العربية؟ المعادلة صعبة جدا، ليس على إيران وحدها ولكن على أمريكا التي تجد نفسها في خيار صعب. للتخلي او على اقل تقدير ابطاء مسار الاداره الامريكيه في نهجها القائم على ترويض الاندفاع النووي الايراني عبر اعاده العمل بالمشروع الداعي الى منع امتلاك ايران لسلاح نووي. العمل الايراني ضد السفينه الاسرائيليه ليس حاله عسكريه طارئه او رد فعل كما تروج ايران، فحجم المغامره اكبر من ان يمر بسلام عبر الركل المتبادل بين اسرائيل وايران. والمؤكد ان استراتيجيه فاعله يتم العمل بها. فالحال الإيرانية سواء في الداخل أو حتى في وجودها الميليشياوي داخل بلدان عربية تتعرض لانحسار شديد، ففي الداخل الإيراني هناك مظاهرات تندد بالنظام بقوة، أما إقليميا وفي البلدان التي تتدخل فيها إيران فتتصاعد فرضيات معادية للوجود الإيراني. لهذه الأسباب ربما وجد النظام الإيراني نفسه مضطرا إلى نقل معركته الداخلية إلى خارجه. وهذا نهج متوقع منه، فليس هناك أسهل من أن تعلق إيران في أزمة مع إسرائيل للمراهنة على احتمالات التعاطف الشعبي معها داخل إيران أو داخل دول عربية، لكن هل ينجح هذا النهج دائما؟ من الواضح أن إيران تورطت بشكل كبير في هذه العملية، خاصة أن هناك مؤشرات من قوى دولية تمنح إسرائيل حق الرد بالطريقة التي تراها. والآن إلى الشأن العالمي عالميا صحيفة فيزجلياد الروسية عنونت أوروبا ترفض الموت من أجل مصالح أمريكا كتب جيفورغ ميرزيان في حالة نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة والصين أو روسيا فإن الدول الأوروبية على الرغم من عضوية الناتو لن ترغب في الموت من أجل أمريكا وفي الصدد قال مدير مركز الدراسات الأوروبية والدولية ديمتري سوسلوف لا يرى الأوروبيين في الصين وروسيا اليوم تهديدا وجوديا خلاف التهديد الذي كان يشكله الاتحاد السوفيتي لأوروبا والذي تشكله روسيا والصين الآن للولايات المتحدة الصين بالنسبة للولايات المتحدة خصم يكاد يكون نديا الان وسيكون نديا تماما في المستقبل ويمكن ان يحرم الولايات المتحدة من مكانتها كقوة عظمى اما روسيا فخصم جدي ولكن غير قادر على مجاراة الولايات المتحدة وعلى تحديها وجوديا انما يضع زعامة امريكا العالمية موضع شك ويخلق عقبات أو يخلق عقبات جدية أمام السياسة الخارجية الأمريكية ليس لدى الأوروبيين طموحات مثل الأمريكيين وبالانتقال إلى صحيفة الشرق الأوسط التي عنونت بدء محاكمة المعارضة أو المعارضة البيلاروسية البارزة ماريا كوليس نيكوفا بدأت في مينسك في جلسة مغلقة محاكمة ماريا كوليس نيكوفا إحدى الشخصيات الثلاث الرئيسية في حركة الاحتجاج في بيلاروسيا عام 2020 بتهمة التآمر أو بتهمة التآمر لإطاحة نظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو وأوردت وكالة الأنباء البيلاروسية رسمية بيلتا أن كوليسينيكوفا المسجونة منذ عشرة أشهر ستحاكم مع محاميها ماكسيم زناك ويواجه المعارضان البارزان في حالة إدانتهما بتهمة التآمر للاستيلاء على السلطة عقوبة السجن حتى خمس سنوات ولغاية سبع سنوات بسبب المس بالأمن القومي وتأتي المحاكمة فيما يكثف لوكاشينكو حملة قمع ضد كل أشكال المعارضة منذ التظاهرات غير المسبوقة التي اندلعت العام الماضي وشارك فيها عشرات الآلاف احتجاجاً على إعادة انتخابه معتبرين أن الانتخابات كانت مزوره. ونقرأ في صحيفة القدس العربيه التي عنونت: منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تمتنع عن إرسال مراقبين إلى الانتخابات الروسيه. أعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أنها لن تراقب الانتخابات العامه الروسيه. المقرر ان تجرى الشهر المقبل وذلك بسبب تحديد السلطات الروسيه لعدد المراقبين المسموح بارسالهم. وقال ماتيو ميكاتشي مدير مكتب المؤسسات الديمقراطيه وحقوق الانسان في منظمه الامن والتعاون: ناسف بشده لان مراقبتنا للانتخابات المقبله في روسيا لن تكون ممكنه. واكد إن إصرار السلطات الروسية على الحد من عدد المراقبين الذين يمكننا إرسالهم دون أي قيود واضحة ومتعلقة بالجائحة جعل للأسف خطوة اليوم أمرا لا مفر منه وأوضح أن روسيا حددت في وقت لاحق عدد المراقبين بستين شخصا للمؤسستين التابعتين للمنظمة بسبب الوضع الصحي في البلاد اما مقالنا في الشأن العالمي نشرت صحيفه الخليج الاماراتيه مقالا للكاتبه صفيه الشحي تحت عنوان حتى لا نتخلف عام 2025 المقال يتناول حاجه الموظفين لاعاده تاهيل بفعل تاثيرات كورونا والاتمته أشار الإصدار الثالث من تقرير وظائف المستقبل الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي مؤخرا إلى أن 50% من الموظفين الحاليين يحتاجون لإعادة تأهيل وظيفي بحلول 2025، وذلك بفعل تأثيرات ما يعرف بالاضطراب المزدوج الذي أحدثه وباء كورونا في العالم، بالإضافة إلى تأثيرات الأتمتة على الوظائف الحالية في القطاعات المختلفة. يقول مؤسس المنتدى ورئيسه التنفيذي البروفيسور كلاوس شواب: لدينا الادوات المتاحه لنا ويمكن الاستفاده من الابتكار التكنولوجي الذي يحدد عصرنا الحالي لاطلاق العنان للامكانات البشريه، ولكن السؤال الحقيقي هو ليس سؤال الوفره بل الوعي. فهل نعي طبيعه التغيير الذي ستحدثه المتغيرات الكبيره في البيئه الخارجيه على الداخل المؤسسي وعلى القائمين بالمهام المختلفه وسلوكهم الوظيفي وما هي المهارات التي يجب ان نضعها في عين الاعتبار حين نفكر بتطور مساراتنا المهنيه وتخصصاتنا هل الان اوان تغيير توجهاتنا لان وظائفنا قد تكون ضمن ال85 مليون وظيفه التي ستتم ازاحتها وما هي الخيارات المتاحه لنا ضمن ال97 مليون وظيفه التي سيتم استحداثها في مجالات تتحكم فيها الخوارزميات والالات تشير التقديرات الى تحد جديد يتمثل في اتساع فجوه المهارات التي تتصدرها مجالات مثل الاداره الذاتيه والتي تشمل التعلم النشط المرونه وتحمل الاجهاد كما ان منصات التواصل المهني مثل لينكد ان والتعلم عن بعد مثل كورسيرا التي تقوم بتتبع الوظائف المطلوبه للمستقبل بدقه غير مسبوقه تشير الى الحاجه لما يعرف بال المهارات الشامله مثل التسويق الرقمي والتفاعل البشري مع الكمبيوتر لكن كم الوقت والجهد اللذان نحتاج اليهما لاعاده تاهيل انفسنا يحتاج الذين يمتهنون كتابه المحتوى والمبيعات ومطورو المنتجات ومحللو البيانات من شهرين الى ثلاثه وذلك بعكس العاملين في مجالات الرعايه الصحيه والخدمات الماليه والطاقه التي تتطلب برامجهم التدريبيه مزيدا من الوقت قد يمتد الى سته اشهر وما فوق اما من داخل المؤسسات او عبر منصات التعلم عن بعد التي توفرها الشبكه حاليا والآن إليكم مشاهدين أبرز الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم لنتابع معا ومن ثم نعود والآن ننتقل بكم مشاهدينا إلى الأخبار المنوعة أخبارنا المنوعة بداية من صحيفة ذا Sun البريطانية التي عنونت عالما رياضيات يكتشفان طريقة هندسية لتقطيع متساو للبيتزا قالت الصحيفة تمكن عالما الرياضيات جويل هادلي وستيفن ويسلي من الوصول لتقطيع شرائح البيتزا بطريقه هندسيه تسمح لجميع الحاضرين بالحصول على قطع متساويه الحجم. وفي هذا الاطار استخدم العالمان اللذان يدرسان بجامعه ليفربول الانجليزيه طريقه في الرياضيات لتقطيع البيتزا، تمكنا من خلالها من الحصول على اثني قطعة أو اثنتي عشر قطعة من البيتزا متساوية الحجم وعن الطريقة الجديدة المبتكرة فإنها تتلخص بتقطيع البيتزا لست شرائح منحنية من ثلاث شرائح جانبية وسوف تبدو كنجمة تتشكل في منتصف البيتزا ما جعل العالمان بعدها يقومان بتقسيم المزيد من الشرائح المنحنية بأرقام فردية وهذه القسمه تعرف بالخماسيه والسباعيه والى الهند حيث ابهر الميكانيكي الهندي محمد نور الحق رواد وسائل التواصل الاجتماعي حينما نشر لقطات مصوره لسياره صنعها كنسخه عن سياره لامبورغيني. ونبقى في اخبارنا المنوعه فقد وفرت الحكومه في كوريا الجنوبيه حافلات مكيفه الهواء لافراد الاطقم الطبيه الذين يعملون وسط اجواء حاره للغايه داخل مراكز اختبارات الكشف عن فيروس كورونا كي يحصلوا على قسط من الراحه يمكنهم من اعاده شحن طاقتهم للعمل ملاذ للهرب من حراره الشمس الحارقه يجده افراد الاطقم الطبيه الذين يعملون في مراكز اختبارات الكشف عن فيروس كورونا في كوريا الجنوبيه داخل هذه الحافلات مكيفه الهواء. حافلات استعاده النشاط التي وفرتها الحكومه لهؤلاء العمال الصحيين مزوده ايضا بالمياه البارده وبعض الوجبات الخفيفه. <applause> ويقول يونغ تايدو احد العاملين في مركز الاختبار ان الطقس حار للغايه بصوره يصعب معها التنفس لكنه يستطيع اعاده شحن طاقته والعمل بكل سعاده بعدما ينال قسطا من الراحه داخل هذه الحافلات التي توفر بروده اشبه بالكوخ الجليدي <applause> ويسمح لهؤلاء العمال الذين يرتدون ملابس واقية بالاستمتاع بفترات الراحة داخل الحافلات التي توضع في أماكن الانتظار القريبة من مراكز الاختبار، حيث يمكنهم خلع هذه الملابس بينما يخلدون للراحة داخل مقاعد أشبه بالكبسولات. وتقول وزارة الصحة إن الحافلات وعددها 22 حافلة كانت تستخدم في الأصل كاستراحات لضباط الشرطة ورجال الإطفاء. وجرى نشرها في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من السادس والعشرين من يوليو تموز الماضي وتدرس وكالة الإطفاء الوطنية في كوريا الجنوبية تزويد الأطقم الطبية باثنتين وثمانين حافلة أخرى بناء على طلب من الحكومة المحلية وقفة مع أبرز الرسوم الكاريكاتورية التي تناقلتها الصحف الصادرة لهذا اليوم الجوله شكرا لكرم المتابعه ولا تنسوا زياره موقعنا الرسمي اليوم تي دوت نت الى اللقاء